هنا انت ايه؟ هتسأل عن السكول، المدرسة. المدرسة ده مكان ولا غير عاقل ولا وقت ولا وسيلة مواصلات؟ حال. المدرسة يا روني عبارة عن ايه؟ وين؟ هي غير عاقل وين؟ بس بتدل على ايه يا روني؟ بتدل على مكان، صح ولا لأ؟ I go to school، انا بذهب الى المدرسة. يبقى مين الكويشن اللي هنستخدمه لكلمة سكول، مدرسة؟ وير. وير، برافو عليكي. يبقى أول حاجة هكتبها هي وير. طيب مين الهيلبنج فيرب اللي هنستخدمه عشان خاطر نكمل الكويشن بتاعنا؟ ليه دو؟ الخضر أي مكتوب عشان عندي هنا ما ينفعش نستخدم am و is و are، لازم نستخدم لا اما do لا اما does، والسبجكت بتاعنا مين هنا يا روني؟ السبجكت بتاعنا مين؟ هي I. يبقى where، ايه اللي هتحطه جنب where يا روني؟ دو air do you to go. طب ليه to go؟ ليه to go؟ where do you، مين الفيرب بتاعنا؟ هو go. يبقى where do you go؟ أين أنت تذهب؟ I go to school، أنا بذهب إلى المدرسة. بس كده خلصت. Where do you go؟ أنا مش راضية النهاردة أوريكم الجدول عشان أنا عايزاكم تجربوا تفكروا، فكروا. يلا يا إيناس. إيناس عندك A اللي B. B بيرد عليها بيقول لها he gets up at 6 o'clock. يلا قولي لي بقى الكويستشن اللي هينفع نسأل بيه. مين الكويستشن وورد؟ وين؟ وين؟ ليه اخترتي وين يا إيناس؟ عشان نسأل عن الوقت. سأل عن الوقت، وطالما هنسأل عن الوقت هنستخدم وين. وين للمكان، يبقى نمبر 1 هنحط وين. اوكي، مين الهيلبنج فيرب يا إيناس اللي هنستخدمها؟ الهيلبنج فيرب لا اما ام لا اما از لا اما ار لا اما دو لا اما داز. ها دو داز. اوكي برافو عليك، دو داز. طب مين بقى تستخدميهم، دو ولا داز؟ هنستخدم داز. داز يس. ليه اخترتي داز يا ايناس؟ مين السبجكت بتاعك؟ عشان هي. يس برافو عليك، عشان الهي هي الفريق اللي بيحب الاس فبنستخدم له داز. يبقى وين داز. ها بعد وين داز هتحطي ايه؟ وين داز السبجكت بتاعنا. مين السبجكت بتاعنا؟ هي. اكسلنت يا ايناس. هنستخدم ايه بعد هي؟ هنحط الفيرب بتاعنا يا ايناس. مين الفيرب بتاعنا؟ get up. الفيرب بتاعنا هو ده get up، لان احنا هنمشي at 6 o'clock دي هتمشي. احنا هنا هنستخدم get
اب. هل هنحط لها اس؟ اب. لها اس يا ايناس جيت؟ لا. ايه؟ انا هنا عندي الدز، وطالما دز جت الدز لازم شرطها مين يمشي؟ الاس. اس تمشي، يبقى when does he get up؟ واحنا كده كده شطبنا at 6 o'clock عشان احنا سألنا عنها when، متى. اوكي يلا يا لين. لين لين يا ميت. لو انا عندي يا لين A بيقول لي B، وبي راحت قالت له she eats in the kitchen. You know kitchen يا لين؟ تعرفي kitchen؟ يعني مطبخ. اوكي، مين الكويشن وورد اللي هينفع تستخدميها عشان تسأل عن الكيتشن؟ ال وير. Where excellent. يبقى أول حاجة number one هنستخدم where. نمشي. هنروح. اوكي ايه اللي بعد where؟ مين اللي هنستخدمه بعد where؟ المفروض نحط helping verb صح ولا لأ؟ صح. طيب مين helping verb اللي هنستخدمه؟ ليه اخترتي does يا لين؟ برافو عليكي. ليه اخترتي داز يا لين؟ عشان شي تاخد ال ما عنديش ام واز وار، يبقى انا هستخدم داز. برافو عليكي. يبقى وير داز كملي يا لين. وير داز شي اكسلنت ايت. هنحط حاجه في ايت؟ لا. برافو 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 يا لين. اوكي يلا يا مين عندي تاني؟ ابراهيم. يلا ابراهيم. عندك ابراهيم ايه؟ نعم يا مس. ايه بتقول لي بي، وبي بيقول لها ان زي زي ايت at 10 o'clock. اوكي يلا مين الكويشن اللي هنسال بيه؟ الورد اللي هنسال بيها وير. فين الوير؟ وير بتسال عن ايه يا ابراهيم؟ عن السكوب، عن المكان. ثانية فين المكان عندي؟ شايفين وين؟ هتبقى وين يا مس؟ هتبقى وين؟ لأن وين علشان ده عشان ده إيه؟ علشان ده وقت يا مس. وقت، يبقى أول حاجة هنكتبها وين. مفيش هنا فعل مساعد. أوكي مفيش هنا فيرب هيساعدنا، مين هيساعدنا؟ ال ال إت هنا أرى زي ار فيرب تو بي. فين ار؟ فين ار؟ مفيش ار. زي ايت. ايت زي هنا زي 7 كلوك. مين هيساعدنا؟ ام واز وار ولا دو وداز؟ دو دو داز. دو داز يس. ازاي ثواني الفريل ما بيحبش ابراهيم. ثواني نشوف مين عايز يسالني سؤال. اتفضل يا عبد الرحمن. يا ما شفتش الجمله خالص. ثواني يا ابراهيم. اتفضل يا عبد الرحمن. احنا هنا اهو يا عبد الرحمن. ثواني احنا هنا اهو يا عبد الرحمن اللي هي وين. ابراهيم بيعمل لنا الكويشن بتاع وين. كمل يا باز. لسه ما ايه اللي هتستخدمه بعد وين؟ الفعل المساعد. مين اللي هيساعدنا؟ زي. لا الفعل المساعد هو دو او داز. دو او داز. داز دو او داز. هتحطي مين بقى؟ ازاي من الفريق اللي ما بتحبش الاسم فهنحط دو. برافو عليك. بعد دو هنحط مين؟
ازاي؟ هنحط ازاي السبجكت بتاعنا. ايوه بعد ازاي دي ايه؟ ايت. الايت الفعل. الفعل يا مس. الايت الفعل بتاعنا وبس كده الكويشن مارك، عشان كده خلص الكويشن بتاعنا. وين دو زي ايت؟ متى هما بياكلوا؟ برافو يا ابراهيم. يلا يا الاء. الاء الاء. ايوه بسمع حضرتك. ايوه حبيبتي معايا. عندي ايه؟ قول لي بي رد عليه قال له ان احمد goes by او goes to school by car. احمد goes to school by car. مين الكويشن يا الاء اللي هنعمل بيها بس عشان احنا نسال عن باي كار؟ هتسالي عن باي كار بايه؟ عليكم يا مس يا نديه. عليكم السلام يا محمد. خلي بالك يا محمد. الو يا عبد الرحمن. خلي بالك هنا يا الاء ان باي كار هي مش غير عاطل، هي وسيله مواصلات عشان فيها باي. هي قالت يا مس، شوفي كده صح ولا لا. بتقولي يا قالت ايه؟ هاو. يبقى رقم 1 محمد. هلو يا عبد الرحمن. ولا يهمك حبيبي. هاو ايه بقى؟ كملي السؤال. هاو ايه؟ اول حاجه هاو، عشان احنا بنسال عن المكان، بنسال عن غير بنسال عن وسيله المواصلات. هاو انا اي هو هتقولي له ايه؟ كملي مع المس اللي بعد. هاو خليكي مع المس. شوفي انت هنحط ايه يا الاء؟ انا دلوقتي عايزه هيلبنج فيرب. مين هيساعد جوز؟ جوز ده مش ام ولا ايز ولا ار، يبقى ينفع ام وايز وار يساعدهم؟ ينفع ام وايز وار؟ ايوه. لا قولي المس بتقولي انا ليه. لا اوكي، يبقى مين هيساعدنا تاني؟ لا اما دو لا اما مين؟ الدز. لا اما دو لا اما ايوه. علي صوتك. علي صوتك. الدز. اوكي طب انت هنا هتختاري مين؟ شوفي السبجكت بتاعك، شوفي مين في بي السبجكت، وشوفي هنختار دو ولا دز. احمد هناخد له دو ولا بس؟ احمد هناخد له ايه؟ قولي للمس والله مش ليا. داز. اوكي علي صوتك. هاو داز. ايه اللي هنحطه بعد كلمه داز؟ المفروض بنحط يا الاء حاجه اسمها السبجكت. مين السبجكت بتاعنا هنا؟ السبجكت مين؟ الفعل هنا مين؟ كان اسمه ايه؟ اهو انا سألتي واحده. ايوه مين السبجكت بتاعنا؟ ايوه انت. احمد السبجكت بتاعنا مين؟ احمد ينفع نحطها في السؤال؟ احمد ينفع نحطها في السؤال؟ اه ينفع احمد نحطها في السؤال عادي جدا، هو سبجكت. ايه اللي هنحطه بعد احمد يا الاء؟ نحط ايه بعد احمد؟ عندنا لازم بعد احمد نحط الاء الفيرب بتاعنا. مين الفيرب بتاعنا؟ صوتك بس احمد. هنحط له اس ولا مش هنحط له اس احمد؟ شوفي انت احمد هتحطي له ولا مش هتحطي له؟ هتحطي لاحمد. ها احمد هتحطي له ولا مش هتحطي له احمد؟ اه بصي خلي بالك انت عندك دز وانا لسه قايله لك. انا قلت مش هحط له. ماشي مش هنحط له. خد صح احنا مش هنحط اس عشان دز موجوده. يبقى هاو دز احمد. شوف هتقول صح ولا لا. تو هي قالت لي جوه، قالت لي مش هحطه، فعماله انا بحب اشوف هتقول ايه يعني. تمام ونحط كويشن مارك كده الكويشن بتاعنا ازاي احمد او كيف احمد
يذهب إلى المدرسة. How does أحمد go to school؟ أوكي يا لاء، thank you. ركزي بقى عشان خاطر علي هيعمل معانا sentence question جديد. يلا يا علي. علي؟ نعم. علي. أوكي، أنا عندي علي A. A. وبي. بي بيقول لك يا علي إن she هي she has a kite، هي عندها kite. الكويستشن اللي هينفع نسأله إن هي بتقول she has a kite. أنا هي عندها طيارة. برافو عليك، هي عندها طيارة. مين الكويستشن اللي ينفع نستخدمه عشان نقول هي عندها طيارة؟ خلي بالك احنا هنا عاوزين نستخدم واحدة من دول، هنستخدم what ولا وين ولا when ولا how. مين اللي بتسأل عن اللي فيها H O Y؟ اللي فيها، لا اللي فيها W H A T. what دي هي اللي بتسأل عن غير العاقل. what دي بتسأل عن مين؟ غير العاقل. برافو عليك. طب يبقى أول حاجة هنكتبها، هنكتبها وات، لأن وات بتسأل عن الطيارة والطيارة غير عاقل. إيه اللي هنحطه جنب وات يا علي؟ هنحط عندي، هنحط حاجة اسمها helping verb. هنحط حاجة اسمها مين؟ helping verb، اللي هي الفيرب اللي هيساعدنا. مين هيساعدنا هنا؟ مين هيساعد has؟ صوتك. does يعني ما ينفعش الإز، ما ينفعش الام والار. يبقى انا عندي لا اما الدو لا اما الدز. انت اخترت دز ليه؟ اخترت دز ليه يا علي؟ عشان الإز بتحب الاس، عشان خاطر الشي بتحب الاس، عشان كده استخدمنا دز. يبقى what does، مين السبجكت بتاعنا؟ مين السبجكت بتاعنا؟ الإز. فين الإز؟ السبجكت بتاعنا مين تحت هنا؟ مين السبجكت بتاعنا يا علي؟ السبجكت بتاعنا شي ولا هاز ولا أكايت؟ أكايت. نو، السبجكت بتاعنا يا علي هو أول حاجة في الجملة اللي بيعمل الحاجة دي. يعني مين هنا السبجكت بتاعنا؟ شي، لأن شي هي اللي عندها طيارة، يبقى شي هي السبجكت بتاعنا، صح ولا لأ؟ صح. يبقى what does she، بعد السبجكت لازم نحط الفيرب بتاعنا. مين الفيرب بتاعنا؟ شي ولا هاز ولا a kite؟ يا حبيبي الفيرب بتاعنا كايت ده حاجة غير عاقل، مش فيرب، مش فيرب. الفيرب بتاعنا يا علي، يا علي هي هاز. هي مين؟ هاز. هروح أحطها فوق هنا، ينفع أحطها هاز هي هي؟ هاز هي هي؟ ينفع؟ لا. لا، ليه لأ؟ لأن دز موجودة، القطة بتاعتنا موجودة، يبقى لازم الإس تمشي، يبقى نرجعها هاف يا علي، نرجعها إيه؟ هاف. بس أنا مبسوطة منك إن أنت عملت لوحدك وات وعملت لوحدك دز، برافو يا علي. يلا كنان، كتر خيرك، يعني أنت صغنن، فيعني كويس إن أنت فهمت الكلام ده. يلا كنان. كنان. عندي إيه يا كنان بيقول لي بيه؟ راح قال له إت is a duck. It is a duck، دي بطاية. مين ال question word اللي هنستخدمها عشان نسأل عن الدك غير عاقل؟ it بنتكلم عن البطاية duck. مين ده ال question اللي هنستخدمه عشان نسأل عن الدك؟ هنسأل بوات ولا وين ولا when ولا how؟
What. What. يبقى أول حاجة هنكتبها what. أوكي، مين بقى الـ helping verb اللي هيساعدني يا كنان؟ عندك مين تحت؟ عندك الـ is. برافو عليك. ينفع يا كنان نجيب الـ do والـ does يساعدونا؟ لا لازم نجيب، ما ينفعش الـ do والـ does لأن is موجودة. is قوية. القوية حلوة برضو الفكرة دي، is قوية مش بتحب حد يساعدها. يبقى what is. مين السبجكت اللي هنكتبه بعد is؟ what is. مين السبجكت اللي هنستخدمه؟ what it is. what is it question mark. يبقى برافو عليك كده كنان، ال it دي هي السبجكت بتاعنا. يبقى أنا عندي هنا it هي السبجكت بتاعنا، عشان كده حطيناه بعد الإز. وجبنا إز عشان الهيلبنج فيرب الإز دي تشتغل شغلانتين، فعل أصلي وفعل بيساعدنا. يبقى إحنا مش محتاجين حد يساعدنا لأن إز قوية زي ما قال كنان، قوية. يبقى إحنا حطينا what is it. برافو يا كنان. يلا يا بنا. yes miss. برافو عليكم بجد، يعني أنا مبسوطة منكم جدا جدا جدا، أنتوا فهمتوا وعارفين تعملوا كويشن لوحديكم. لو انا عندي A بتقولي B، B راح رد عليها قال لها ان he is at home. يلا كده فكري، شوفي A سأله قال له ايه؟ قال له he is at home. what. what ينفع نسألها نستخدمها لما نيجي نسأل عن home منزل؟ لا. where لان home ده منزل مكان، يبقى اللي بتسال عن المكان اين. where. اين. where is he. يبقى where do both moms where is he. where وdoes ما ينفعوش يساعدونا، يبقى لازم نستخدم. لا نقدر نستخدم ام او از او ار. الدو والدس ما ينفعوش يساعدونا، يبقى هنا بيحبوا الاس. يبقى وير از. مين اللي هنحطه بعد الاز؟ هي. وير از هي كويشن مارك. كويشن مارك. برافو عليكم كده. الكويشن اللي عملناه بيان ابانا ان اين يكون هو. وير از هي. يا وير he is at home. full stop. full stop. okay يلا بيان. okay يلا بيان. بيان انا عندي A بيقول لي B. مثلا هقول ان. حاضر كلكم هتقولوا. A بتقول لي B و B راح رد عليها قال لها ان they sleep at 10 o'clock. هتحطي ايه بقى؟ مين الكويشن اللي هتنسأل عليها ب at 10 o'clock؟ where ولا when؟ when ثواني بنروح ورا when، لان when هي اللي بتسال عن الوقت. مين الهيلبنج فيرب اللي هتساعدنا يا بيان؟ do does. يبقى هنختار مين هنا، do ولا does؟ do. يبقى where do. مين السبجكت بتاعنا بيان؟ when do they sleep. يعني متى هم بيناموا. when do they sleep. question they sleep at 10 o'clock.
كلوك. اكسلنت يا شباب، برافو عليكم. كده احنا خلصنا الجزء الاول عشان الزوم هيقفل، ونقول لهم لو عجبكم. مس امنيه، ثواني يا محمد انا لسه ما خلصتش، هخليه مس امنيه عبد الرحمن هيقول معايا، لسه ما خلصتش، انا هسه هقفل اللينك عشان اللينك فاضل له دقيقتين. بس نقول لهم لو عجبكم الفيديو نعمل له لايك وسبسكرايب. سبسكرايب، ابعت لكم لينك.